لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. أهلا بكم. 1.5 مليار دولار من المؤسسات العربية لتنمية سيناء سنويا. هذا الخبر وهذا التصريح للدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أثناء زيارتها وجولتها الخليجية التي شملت كل من الكويت والإمارات الشقيقة، وسيتم من خلال حزمة تمويلية ضخ 1.5 مليار دولار من هذه المؤسسات لتنمية سيناء كل عام بشكل سنوي. خبر يجب أن نتوقف عنده كثيرا، لأنه تنمية سيناء والقضاء على الإرهاب في سيناء لابد وأن يتزامنا، لابد وأن يسير في خطين متوازيين، وهذا الخبر في تقديري وهذا الرقم جدير أن أبدأ به هذه الحلقة. أيضا بلغة الأرقام، 1.282 مليون جنيه، 1.282 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات دعم البنية الأساسية والخدمات في 78 قرية يجري تحويلها إلى القرى النموذجية. ده أحمد زكي بدر وزير الإدارة المحلية. يبقى عندي 1.2 مليار أو 3 من عشرة سيتم ضخها في البنية الأساسية للقرى المتضررة والقرى الأشد فقرا لتحويلها إلى قرى نموذجية. خبر ثان في حلقة اليوم. الرقم الثالث هو 7.5 مليار جنيه هي كل ثروة حسين سالم تنازل منها للدولة عن 75%. ده على لسان الدكتور محمود كوبيش محامي حسين سالم. عندي 150 مليون جنيه لتشغيل المصانع المتعثرة. ده الدولة قررت أن تنفق وتضخ 150 مليون جنيه عشان المصانع المتوقفة والمتعثرة تبدأ في الدوران. يعني عندي حزمة من الأرقام، 1.5 مليار لسيناء، 1.3 مليار للقرى الفقيرة، 7.5 مليار جنيه هناخد منهم 75% للدولة من حسين سالم، وعندي 150 مليون جنيه لتشغيل المصانع المتعثرة. دي أخبار وأرقام حقيقية، وأنا كما قلت وكما تعهدت لن أقول إلا الصدق ولن أقول إلا الحقيقة، لكنني أيضا لن أقول كل الحقيقة. سفير الاتحاد الأوروبي جيمس موران كان في مؤتمر صحفي، هذا المؤتمر الصحفي في القاهرة، بيتحدث عن استئناف المساعدات الأوروبية لمصر ودعم إضافي للصحة، وبيقول عودة مشروعات دعم الموازنة زي ما بتقول الصحف المصرية النهاردة التي غطت المؤتمر الصحفي لسفير الاتحاد الأوروبي في مصر. بيقول إنه الاقتصاد حقق تقدم خلال الفترة الحالية، وأكد دعم منظمات المجتمع المدني، دعم منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع المنظمات الدولية، كما يتم دعم المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان بين قوسين بنية حسنة. تاني هقرا العبارة. الراجل جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في مصر بيقول إنه هيدعم منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع المنظمات الدولية ودعم المنظمات اللي بتشتغل في مجال حقوق الإنسان بس بنية حسنة. يعني معنى ذلك بوضوح أن هناك منظمات بتعمل بنية سيئة، بنية غير حسنة، بنية سوداء، بأجندات سوداء. ده كلام السفير الاتحاد الأوروبي في مصر، مش كلام نحن ومش كلام الناس اللي ضد دكاكين حقوق الإنسان. أخطر ما قاله جيمس موران في المؤتمر الصحفي إنه خلال المؤتمر حول عمل الاتحاد الأوروبي في مصر في العام الحالي، أنه يتم حالياً فهم بنية البرلمان الجديد، فهم بنية البرلمان الجديد. يعني أنا هروح للنقطة بتاعت تعليق السفير الاتحاد الأوروبي على البرلمان المصري، وأنا بتكلم على البرلمان كمان دقيقتين بس إجمال وضمن حزمة الأخبار التي أضعها وأصنفها أخبار إيجابية تدعو على التفاؤل والطاقة الإيجابية. زي ما قلت لكم، فيه عندي فلوس جاية من الدول العربية لتنمية سيناء، عندي للقرى الأشد فقرا، وعندي للمصانع المتعثرة، وعندي فلوس حسين سالم. يعني في أخبار إيجابية وبتدعو إلى تفجير الطاقة الإيجابية، فما أحوجنا
إلى الطاقة الإيجابية. وزير الداخلية بيصدر قرار بتفرغ ضباط حقوق الإنسان للنظر في شكاوى المواطنين. وزارة الداخلية، سيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، دائما ما يستمع، لكن ربما بيتخذ القرار في الوقت المناسب. القرار كان إنه ضباط المتخصصين في إدارة حقوق الإنسان كان بيتم تكليفهم بأعمال أخرى، أعمال شرطية أخرى، مما كان بيجعلهم ينحرفوا، يجعلهم لا يقوموا بواجبهم خلال في متابعة ما يردهم من شكاوى في مجال حقوق الإنسان. الوزير خد قراره بتفرغهم التام لحقوق الإنسان. وبمناسبة الداخلية وبمناسبة الضباط وبمناسبة حقوق الإنسان، يعني أنا في هذا المكان تحدثت كثيراً وصرخت صراخ مرير من مواطن مصري إلى وزير الداخلية في فترة منذ أسابيع قليلة، حينما كان هناك تعذيب للمواطنين في بعض الأقسام وهناك خروج على المتعارف عليه قلة قليلة من ضباط الداخلية، وتحدثنا بوضوح أننا نخشى على الداخلية لا نخشى منها، نخاف عليها لا نخاف منها. وقلت لوزير الداخلية اتق الله يا معالي الوزير في مصر، واتق الله في هذا الوطن، واتق الله في الثورتين. قلنا كل هذا، لكن الناس تكلمت كلها في كل الصحف على تعذيب فلان لفلان، وكلنا تكلمنا بشكل واضح لأنه ننقل النبض، ننقل الحقيقة. لكن لما الداخلية والدولة والقضاء خد إجراءات تصحية صارمة وجازمة، ما حدش اتكلم. أنا بتكلم لأنه شايف إن ده حق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أمين. خلال شهر ديسمبر الحكم على 3 ضباط بالسجن المشدد 5 سنوات لقتلهم مصريين تحت التعذيب. 2، تم القبض على 12 ضابط وأمين شرطة وحبسهم احتياطيا في وقائع تعذيب واستعمال القسوة. إحالة 4 ضباط و5 أمناء شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة تعذيب محتجز حتى الموت. يبقى عندي فيه ناس بتتسجن اللي بيخطئ، عندي ناس متحولة لمحكمة الجنايات، عندي ناس تم القبض عليهم، عندي ناس تم توقيفها من رجال الشرطة. الرسالة التي يريد أن وصلها للجميع، لا أحد فوق القانون. رجال الشرطة ليس فوق رؤوسهم ريشة، مفيش ريشة فوق راس رجال الشرطة، مفيش عبارة أنت متعرفش أنت بتكلم مين، ده مش موجودة. مفيش حد فوق راسه ريشة، لا في المؤسسة الشرطية ولا في المؤسسة القضائية ولا في المؤسسة الإعلامية ولا أي مكان. الذي فقط يسمح أن يكون فوق راسه ريشة هو المواطن المصري. المواطن هو السيد، احنا شغالين خدمين عند المواطن المصري، شرطة بجهاز الشرطة بوزير الداخلية، خدمين عند المواطن المصري بجد. احنا خدمين عند المواطن، واحنا بنتكلم خدمين عند المشاهد. احنا بنشوف لأنه المشاهد المواطن القارئ المتلقي الخدمة هو السيد، هو الذي يقرر، هو الذي يحكم. بالتالي تاني بنقول، أي واحد في أي مؤسسة في الدولة، كبرت أو صغرت، مؤسسة سيادية أو غير سيادية، يعلم تماما أنه خادم لهذا الشعب. تاني مفيش حد فوق راسه ريشة، حتى وزير الداخلية. من هذه الأخبار التي أراها إيجابية إلى حد كبير، سواء تحويل هؤلاء الضباط إلى المحاكمة أو سجن بعضهم أو ضخ الأموال، كلها أخبار بتصب في اتجاه أننا نسير في الطريق السليم، في الطريق الصحيح، من القاهرة إلى إثيوبيا، حيث تصاعد وتيرة الاحتجاجات الأورومو دي، أكبر قبيلة في إثيوبيا، ولا تراجع عن بناء سد النهضة، اعتقال 300 جندي إثيوبي لتضامنهم مع مظاهرات الأورومو. أديس أبابا نيوز الحكومية الناطقة باللغة الأمهرية بتقول استمرار بناء سد النهضة رغم مظاهرات الأورومو. الوكالة الإثيوبية بتقول محتجون يشعلون النيران ويمنعون العمل بالعاصمة تشير تيوب. سد النهضة حلم، انتهينا من 60% من بنائه. وده الكلام اللي جالنا من الوكالات الأنباء الإثيوبية والصحافة الإثيوبية، وترجمناها بهذا الشكل الدقيق. في احتجاجات، في مظاهرات، في اعتقالات، لكن الدولة مسيطرة والدولة بتتعامل بقسوة مع الخروج
على النظام وسد النهض، سد النهضة قائم وما زال في مرحلة البناء. لكن الصحافة المصرية والمحللين والخبراء ربما لهم رأي آخر. الوفد النهاردة بتقول منشط غريب للغاية، شعب أثيوبيا ينتقم للمصريين، وكأنه أتذكر عدالة السماء تنزل على استاد باليرمو، أنا أتذكر في 90 شعب أثيوبيا ينتقم للمصريين. يعني إيه؟ هو الشعب المصري بيعيط، الشعب المصري دمعته على خده، هو الشعب المصري مهزوم، هو الشعب المصري مطلق، هو الشعب المصري أرمل. أنا شايف العنوان غير موفق تماما، منشط غير موفق تماما. شعب أثيوبيا ينتقم المصريين، المصريين بينتقموا لأنفسهم لو في حد بيظلمهم. الشعب الأثيوبي ربما عنده احتجاجات داخلية، عنده ظروف داخلية. أنا أتصور أنه ما يصحش أن أقول الشعب الأثيوبي ينتقم المصريين، المصريين مش ولاية، المصريين مش ضعفاء، المصريين مش مستنين حد يمسح دموعهم، المصريين دولة صانعة حضارة. ده تقديري الشخصي للعنوان والمنشط بتاع الوفد اللي بيقول شعب أثيوبيا ينتقم المصريين. وبيقول تاني في الوفد انتفاضة الأورومو اللي هم القبيلة الأكبر والأشرس في إثيوبيا ترفع أعلام مصر وتقطع الطريق إلى سد النهضة. مال أعلام مصر ومال ما يجري في أثيوبيا، وكأن هناك تلميح أو تصريح إن مصر يعني المصريين هناك دخلوا واخترقوا ورفعوا الأعلام، وإحنا زي ما كنا بنقول هنا على أمريكا وبنقول يا جماعة المسائل اللي فيها أمن قومي محتاجة مسطرة أمن قومي، الحاجات اللي فيها علاقات دولية محتاجة مسطرة علاقات دولية. ما هكذا تدار الأمور؟ يعني إيه بيرفع أعلام مصر في مظاهرات داخل أثيوبيا؟ يعني أنا مش قادر أفهمها. وبرضو بقول حتى لو كان هكذا يجب أن يتم ضبط إيقاع التصريحات، ضبط إيقاع الكلام، لأنه في مسطرة غائبة عنا في الإعلام تسمى مسطرة الأمن القومي وأبعاد الأمن القومي. لا أفرض وصايا على أحد، لا أفرض وصايا على أحد، وإنما أشعر بشعور المتخصص أن هناك مس بالأمن القومي المصري. لكن أيضا هناك فيه حديث أنه سد النهضة توقف تماما، وسد النهضة توقف زي ما بتقول الدكتورة المتخصصة في الشؤون الأفريقية، بتقول أنه سد النهضة توقف، وبتقول أنه كمان الأمور هناك بتسير في اتجاه الفوضى. يعني ده اللي أنا فهمته من التصريح. طيب إحنا معنا على التليفون الدكتورة نانسي عمر، المنسق العام لمشروع تنمية إفريقيا وربط نهري النيل والكونغو، لكي أستعلم وأستفهم وأستوضح منها هذا التصريح اللي هو بيقول إن بناء سد النهضة توقف. دكتورة نانسي عمر أهلا بيكي، مساء الخير عليكي. مساء النور يا أستاذ نشأت، إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيكي. يعني أنا الأخبار اللي جات لنا من أثيوبيا من الصحافة الأثيوبية وترجمناها وقرناها، ربما تكون متابعاها، إنه الأمور بتسير وسد النهضة لن يتوقف والدولة والجيش مسيطرين. والوفد بتقول تقريبا زي ما حضرتك بتقولي إنه الدنيا هناك توقفت والأعلام المصرية ارتفعت وكأننا في حرب مع أثيوبيا، والصحافة الأثيوبية بتقول هذا كلام غير منضبط. حضرتك قلتي سد النهضة توقف فيه البناء، فما مدى صحة وما مدى مصدر؟ يعني عايزين نعرف الحقيقة المجردة في هذا الإطار. بص يا أستاذ نشأت، قبل أي حاجة ممكن يعني تسمح لي بدقيقة بالضبط هقول حاجة صغيرة جدا، لأن أنا اتقال عن لساني حاجات غريبة جدا، يعني تحور كلامي بطريقة غريبة. أول حاجة، أنا بعد مداخلتي في قناة العاصمة طلع ناس اتهمتني ان انا اخوانية وان انا تبع مرسي وان انا يعني عارف حضرتك بلف على الفضائيات بكلام يوحي بان مصر وراء اللي بيحدث في اثيوبيا، حسسوني ان انا مفجرة الثورة هناك وان انا السبب في فشل المفاوضات وان انا السبب في عارف يعني في ايه يا جماعة. انا عملت مداخلة نتيجة ايه؟ انا منسقة عام مشروع تنمية افريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو. احنا اعلنا مليون مرة ان احنا على تواصل مع القبائل، وده الناس كلها عارفاه ومش حاجة جديدة. من ضمن القبائل اللي احنا بنتواصل معاها هي الأورومو اللي هو الاغلبية في اثيوبيا، تمام؟ بعد كده حسيت بقى ان الدنيا اتقلبت، مش فاهمة في ايه.
بعدين من خلال مشروعنا احنا قلت لحضرتك ان احنا بنتواصل معاهم. انا لا امثل الحكومة، انا لا ليا دعوة بالحكومة ولا ليا حاجة، ولا انا تصريحاتي تدل على ان انا عاملة مشكلة مثلا. كل الموضوع ان احنا قاعدين مع الناس، جالنا الخبر الاتي ان قاعدين مع مين يا دكتورة؟ قاعدين مع مين؟ مع الناس بتوع الأورومو في مصر. اللي في موجودين في مصر يعني. بالظبط، لان احنا على تواصل معاهم بقالنا فترة. قالوا لكم ايه يا فندم؟ قالوا لكم ايه تحديدا؟ ان الطرق توقفت، وبعتوا لي فيديو بالكلام ده. يعني انا قلت لهم الفيديو جالنا واحنا قاعدين، ان الطرق كلها مقفوله. الطرق يا دكتوره نانسي، الطرق اللي توقفت ولا بناء سد النهضه اللي توقف؟ الطرق لسد النهضه توقفت. الطرق المؤديه الى سد النهضه. طب دكتوره نانسي، انا يعني تسمحي لي، انت قلت لي اديني دقيقه وانا اديتك دقيقه. انت عملتي مداخلات مع الفضائيات، وتم يعني تحريف كلامك بشكل يوحي منه بحاجات غير حقيقيه. انت كل اللي قلتيه، قلتي ان انت كنت قاعده مع قبائل اورومو الموجودين او ممثلين في القاهره، وقالوا لك انه الطرق المؤديه الى سد النهضه تم اغلاقها، فمن ثم توقف العمل، او ربما يكون توقف العمل. والموضوع لا يعدو اكثر من هذا، لكن لعدم مهنيه الاعلام او بعض الاعلاميين فربما تم تحريف كلامك. يعني هل هناك توضيح اخر، او هل هناك اضافه اخرى سريعه؟ بالظبط، بعد اذن حضرتك. الانتهاكات اللي بتحصل هناك ده انتهاكات لارض وعرض. احنا متعاطفين معاهم كمجتمع مدني. احنا مش يعني انا لا دخل ليا بالحكومه، انا مالي. احنا هم كانت فين كل الدنيا دي واحنا عمالين نقول من 3 سنين المفاوضات غلط، ماشيه في اتجاه غلط. يا فندم، لازم يعني ايه الصدق في مهنيه، في المهنيه بالنسبه للميديا كده ما ينفعش. يا دكتوره نانسي، ممكن تشرحي لي حضرتك متخصصه في ايه بالظبط؟ انا حضرتك اداره اعمال. يعني اصلا التايتل اللي قدامي حضرتك ان انت المنسق العام لمشروع تنميه افريقيا وربط نهري النيل والكونغو. يعني انا بالظبط، يعني في دراسات وفي ربط الكونغو بالنيل والمياه المتدفقه في الاطلنطي، يعني الموضوع كبير. فانا برضو قلت طبعًا. يعني عايز اعرف حضرتك، لان لو كده ممكن نستفيد من حضرتك. تحت امر حضرتك طبعا. وفي اخبار حضرتك بتقول ان الدنيا مستقره والجيش، حضرتك الشرطه الفدراليه في 300 واحد. لا يا دكتوره، يعني يا دكتوره انت بتنشدي الحياديه والموضوعيه. انا ما قلت تحديدا ونصا انه الصحافه بتقول ان الجيش مسيطر، الصحافه الاثيوبيه، لكن هناك فوضى، هناك قلاقل، هناك مظاهرات طبعًا. انا بشكرك جدا لان وقتي ضيق جدا، بشكرك على هذا التوضيح. الدكتوره نانسي ما قالتش ان المشروع توقف زي ما تناقلته المواقع. وأرجو أن المواقع، يا جماعة المهنية، يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة إحنا مش ناقصين مشاكل، لكن يعني أدي اللي اتقال في الصحف، وأدي اللي اتقال في الصحافة الإثيوبية. والخارجية أسدلت الستار على هذا المسرح وهذا الجدل، وخرجت الخارجية بالمصرية بتوضيح وببيان تظاهرات إثيوبيا شأن داخلي إثيوبي، وأن مصر تتطلع لاستقرار الأوضاع في أديس أبابا. ده كلام رسمي بيعكس وجهة نظر الدولة المصرية، إنه ما يجري في أثيوبيا شأن داخلي، ومصر دولة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وبنقول إن أثيوبيا دولة صديقة، وبنقول إن إحنا عايزين استقرار أثيوبيا، وبنقول عايزين التنمية والرخاء والسلام للجميع، وبنقول مش عايزين خلط الأوراق، ومش عايزين الناس اللي مش متخصصة، الناس المجتهدة، الناس اللي بتحاول تقرأ وتحاول تفهم، تسمع ونشوف الحقائق من المختصين، من المسؤولين. محدش يحاول ان هو يشوه العلاقة بين مصر والدول الأخرى، محدش يحاول ان هو يلقي زيت على النار المشتعلة أو تحت الرماد. احنا بنقول ان في مسطرة الأمن القومي، ولا أفرض وصاية، لكن احنا عايزين نكون بجد مهنيين، بجد موضوعيين، ومش عايزين نلعب بالنار. فاصل ونعود. من اثيوبيا الى القاهره مره اخرى، حيث حديث البرلمان بكل ما فيه، بكل من ينتمي اليه، بيثير حاله من الجدل في الشارع المصري. صحيفه الوطن بتقول مستقبل الوطن انسحب من دعم مصر بسبب وكاله المجلس. يعني تاني زي ما قلت، الكثيرون حول السلطة والقليلون حول الوطن، كان الله في عونك يا وطن. يوم السابع في برلماني بتقول النائبة سماح سعد
عضو ائتلاف في حب مصر، يجب زيادة ثمن تذكرة المترو إلى 5 جنيهات. الوطن في عمل حوار مع النائب سعيد حساسين، لست نصابا ببدلة وجرافطة والأحكام اللي اتصدرت ضدي ابتدائية. يعني ده احنا تقريبا كده هنشوف أيام حلوة ونشوف برلمان لذيذ ونشوف أخبار لذيذة، ويبدو ان احنا كل البرامج وكل الحاجات اللي بتحاول تبقى تعمل كوميديا هتتوقف تقريبا، هتتوقف لأنه الكوميديا هتيجي من البرلمان. والله أنا حزين، والله شر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. اللي بيجري اللي بيتقال من دلوقتي والكل اللي بيتقال في الصحف من دلوقتي في البرلمان بقت مادة فعلا الناس بتنتبه، مش تنتبه من الأهمية، من الهم، من الهم الموجود. احنا بلد محتاجة حد يزق القدام، واعتقد دول بيشدونا الورا. ربنا يستر. يعني اللي بتقول عايزين نزود التذكرة الخمسة جنيه، ووزير النقل بيتحسس وبيدور وبيخطط وبيتكتك عشان يزودها نص جنيه، ودي بتقول 5 جنيه مرة واحدة. يعني انا مش قادر. وزير العدل لما قال المواطن يعيش ب2 جنيه، ودي بتقول التذكرة ب5 جنيه. احنا يا جماعة عايزين نضبط ايقاع التصريحات، كنت بقول الحكومة لكن يبدو ان وقت هيضيع مع النواب وهيشدونا الورا. الراجل جيمس موران اللي هو سفير الاتحاد الاوروبي في مصر، وانا كنت باجل العباره دي، بيقول اضاف خلال مؤتمر صحفي حول عمل الاتحاد الاوروبي في مصر في العام الحالي انه يتم حاليا فهم بنيه البرلمان الجديد، خاصه من ناحيه التحالفات البرلمانيه. اضاف ان كثيرا من اعضاء البرلمان الاوروبي يريدون فهم التطورات الحاصله في مصر، ومن المتوقع زياره عده وفود من اعضاء البرلمان الاوروبي الى مصر. جايين يشوفوا البرلمان المصري، الناس جايين يشوفوا البرلمان المصري، الاتحاد الاوروبي جاي يشوف البرلمان، التكتلات الائتلافات الموجوده، عايزين يقفوا يشوفوا. انا يعني هو قال كده بشكل واضح في مؤتمر صحفي، هل من حقه ان يقول هذا؟ هل من حقه ان يتحدث عن ما يجري وبيقول انه عايز يخش يشوف ايه اللي بيحصل؟ لو كان ده من حقه، هل الوضع الراهن جاهز ان الناس اللي بره يشوفوا اللي بيحصل عندنا؟ فبقول للنواب انتوا عليكم عبء كبير. الصحافه بتاعت بكره بتتكلم في نفس الموضوع، دعم الدوله يضحي بسيف اليزل من اجل البقاء ونعم التضحيه، انقسام بمستقبل الوطن بسبب الانسحاب، والوفد يشكل ائتلافا جديدا، اليزل زي ما بتقول اليوم السابع يتحدى انقلاب بدران، مصطفى بكري يطرح مبادره جديده للم الشمل، دعم مصر داخل البرلمان والدعوه لوضع لائحه تناسب الاحزاب، رئيس مستقبل الوطن خالف نواب حزبه وانقلب على الاغلبيه المؤيده للتحالف، وتساؤلات عن قيادي الوطني الداعم له. وبعدين في البوابه بتقول التكويش على البرلمان، فكرتني بايام الدكتور كمال الجنزوري، نحاكم سيف اليزل المرشد العام لائتلاف دعم مصر، والأحزاب دعم مصر إعادة إنتاج لتجربة الإخوان ومستقلون لن تنضم، سياسيون مسيء وعوده للحكم الشمولي، ودستوريون لائحته غير قانونية، ومكرم محمد أحمد بول استنساخ لتجربة الشاذل وعز وأحذر من برلمان مبارك، خطيئة سيف اليزل في الاحتماء بموقعه العسكري السابق بالمخابرات، توزيع الغنائم يهدد بانهياره، والمنسحبون يبدأون تأسيس كيان بديل. والله العظيم أخبار تسم البدن، والله العظيم تغطيات إخبارية وأخبار عن البرلمان والائتلافات تجعل الحليم حيران وتجعل إعمال العقل شيء من الجنون. أنا كدت أجن من هذا الوقت اللي البلد فيه بتحاول. أنا الرئيس صعبان عليا، أنا بمنتهى الوضوح أقسم بالله عبد الفتاح السيسي اللي احنا اخترناه صعبان عليا. الراجل كان قاعد في فيوم بيتكلم بيقول أنا هوصل إن أنا أمضي بنفسي على مشاكل المستثمرين لأني ما عنديش، الناس إيديها مرتعشة، المسؤولين إيديهم مرتعشة، الرئيس صعبان عليا بجد، لأنه الناس النخب اللي حواليه اللي احنا مفكرين بيحبوا البلد، لأ دول بيحبوا الكراسي، بيحبوا المناصب، دول بيحبوا الكراسي. ده بيفكرني بأغنية رائعة لخذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا لي بلادي، البلد بتضيع مننا، حرام عليكم، ربنا هيحاسبكم. من الكلام اللي شفناه في البرلمان اللي بيرفع الضغط عند الجميع إلى استمرار مسلسل الردح بين النخب المصرية، تاني النخب المصرية، نكب مصرية، عيب عليكم، تاني بقول استمرار المسلسل شغال، من تهاني الجبالي ووزير الإعلام أسامة هيكل لخالد صلاح وزي ما قلت امبارح وأحمد موسى وخالد صلاح وعمرو أديب، إلى في النهاية كان
اخر حاجه بين رئيس حزب الوفد سيد البدوي ورئيس المصريين الاحرار نجيب ساويرس وكلاهما رجل اعمال. النهارده النخب السياسيه والبرلمانيه خلاص، النهارده النخب الرياضيه بتستمر في مسلسل رثه وكانه واجب يومي. كابتن احمد شوبير بيقول على كابتن شادي محمد، ده راجل معاه دبلوم صنايع، كيف يكون واجهه للنادي الاهلي؟ انا لن اعلق، يعني ازاي يبقى اثنين زملاء بيتكلموا كده مع بعض، كل واحد فيهم بيطلع عندنا على الشاشه وبيتكلم وشغال، وفي الاخر بيقول له انت دبلوم صنايع ما ينفعش تبقى واجهه. انا مش هعلق، مش عايز اخش في معارك، انا ربما كلامي بيجلب عليا مشاكل وسوء علاقات مع الناس، لكن والله لن اقول الا الحق. ولا تستوحشوا طريق الحق لقله سلكيه، ده اللي قلته في مقدمه الحلقه. طريق الحق حتى لو لوحدك امشي فيه وما تخافش، واكيد ربنا معاك. بقول عيب عليكم تاني، كل النخب دي عيب عليها، ما يصحش. ما ينفعش اعاير الراجل اقول له انت معاك دبلوم صنايع، ما ينفعش تكون واجهه الاهلي، لان ده ما يصحش. عندي من احمد شوبير وشادي محمد، رئيس نادي الزمالك واتحاد كره القدم في مشاكل، طلائع الجيش هزم الزمالك 3-2، وتم الاتهام الحكام بانهم تعسفوا ضد الزمالك على اثر هذا القرار. رئيس نادي الزمالك قد قراره بالانسحاب، مجموعه من الحكام اجتمعوا وقالوا احنا لن ندير مباريات نادي الزمالك مره اخرى. وانا اتصور ان مصر يعني من السياسه للرياضه ل كل هذه الأمور مش هنوصل لحل إذا علينا مصالح الوطن. المصر اليوم بتقول في هذا الإطار، أزمات الدوري تشتعل، الزمالك يطالب بإقالة اتحاد الكرة ورئيس النادي الجبلاية كومبارس، العالمي والقيصر وجها لوجه، ميدو حسني شطب كورة وعبد ربه ميدو اتحرق. مسلسل رتح، مسلسل التنابز. إحنا ما ينفعش نشتغل مع بعض؟ هو إحنا ما ينفعش نحترم بعض؟ هو إحنا ما ينفعش نكون مع بعض إيد واحدة؟ البلد مش مستحمله خلاف، البلد مش مستحمله فرقه، البلد مستحمله ايد واحده. تاني بقول حرام عليكم مصر، حرام عليكم اللي بيحصل في مصر، سواء سياسيين او برلمانيين او اعلاميين او رياضيين، انتوا قدوه، الناس بتقلدكم في المستويات الاقل، بيقلدوكم. الشعب المصري باخلاقياته ما ينفعش يستمر بهذا الشكل. عندي هشام جنينه بيقول الصناديق الخاصه موازنة موازية، الرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بيقول الصناديق الخاصة موازنة موازية والجهاز لا يعرف حجمها أو مصادر تمويلها، وده كلام خطير للغاية. أنا أعتقد إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمامه ملف الصناديق الخاصة. في الأخ أشرف سلمان وزير الاستثمار قال تصريح مش فاهمه، كانوا بيفتتحوا بيدشنوا مشروع لإنتاج صناعة الألبان في محافظة البحيرة على 100 فدان، هو وخالد حنك وزير التموين، وقال عايزين نستثمر، ده وزير الاستثمار، عايزين نستثمر بطريقة السيسي مش بطريقة مصر. أنا مش فاهمها والله، هي مجاملة للريس بس مش في موضعها يا أشرف بيه. شايف إن هي كلام لا يليق، كلام لا يليق بوزير إنه يقول إحنا عايزين نستثمر بطريقة السيسي مش بطريقة مصر. ما ينفعش، أنا شايف إنه ما ينفعش، وربما أكون مخطئاً. وزير التموين بيفتتح، شوفوا الكلام، أكبر مشروع قومي، أكبر مشروع قومي للحفاظ على جودة الأقماح. إيه اللي حصل؟ عند الشون بتاعة اللي بيحطوا فيها القمح تراب، عملوها أسمنت. الراجل خلى المشروع قومي، أطلق عليه أكبر مشروع قومي للحفاظ على جودة الأقماح. هو بالظبط تم تحويل الشون من ترابية إلى متطورة، 105 شونة في 205 في 20 محافظة، سموه أكبر مشروع قومي. ما ينفعش، ده مش اسمه مشروع قومي، ده اسمه واجب عليك يا سيادة وزير التموين. أخيرا العلاقات التركية الإسرائيلية عادت، الأخ رجب طيب أردوغان الخليفة الإسلامي الجديد، الخليفة الأخير، الوالي العثماني، السلطان العثماني اللي بيدغدغ مشاعر الجماهير بالخلافة وبالكلام، والعقلاء وغير العقلاء من الجماعات المتطرفة بيستمعوا لكلامه. بقول إنه عادت العلاقات بين تركيا وإسرائيل، تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية اللي بتتضمن دفع تعويضات للقتلى الأتراك في سفينة مرمرة، عودة السفراء بين تل أبيب وبين أنقرة، والتالتة إيه؟ طرد عناصر حماس من تركيا. عشان كده الأخ خالد مشعل المناضل المكافح اللي بيكافح من فنادق قطر راح لأنقرة وقاعد مع أخونا رجب طيب أردوغان،
بيقول له انت لو مشيت الحمسويين من تركيا بقول لك هطلع على طهران. يبقى حماس من سوريا ودمشق في أحضان الأسد إلى تركيا في أحضان أردوغان، والآن في طريقها إلى أحضان طهران، حيث النظام الإيراني بيفتح صدره ويفتح أحضانه لمنظمة حماس. النهاردة خالد مشعل موجود امبارح والنهاردة مع الدولة التركية مع أردوغان للتباحث حول هذا، هل يتم التنسيق فيما بينهم برعاية قطرية؟ لكن في النهاية العلاقات الإسرائيلية التركية عادت بشكل واضح. العلاقات الإسرائيلية التركية اللي هي بدأت من سنة 48 وأول دولة قامت بتوقيع اتفاقية استخباراتية أمنية عسكرية مع إسرائيل، الكيان الإسرائيلي، كانت دولة تركيا. وقعت معها أيضا اتفاقية لتطويق العرب، بقولها لكم تاني ولن أمل الحديث، اتفاقية لتطويق العرب من الجنوب ومن الشمال اسمها اتفاقية الرمح الثلاثي، بتضم أثيوبيا اللي كان فيها قلاقل، بتضم إيران، بتضم تركيا، وبتضم إسرائيل لتطويق العالم العربي. إذن العلاقات الإسرائيلية التركية عادت من جديد. واحد شارع الأهرام مصر الجديدة، ده إيه؟ واحد شارع الأهرام، ده عنوان واحد شارع الأهرام مصر الجديدة، ده عنوان الإقامة المدون على جواز سفر باسم بلال رجب طيب أردوغان معاه الجنسية المصرية. منح محمد مرسي العياط الجنسية المصرية لابن رجب طيب أردوغان، وده خلى سمير صبري المحامي بيرفع دعوة لسحب الجنسية من ابن أردوغان، واللي اتحجزت الحكم يوم 14 فبراير القادم في محكمة القضاء الإداري. العنوان المدون واحد شارع الأهرام مصر الجديدة، مش عارفين ده مكان للتنظيم الدولي ولا مكان للتنظيم الداخلي، ما عرفش، بس ده مقر إقامة رجب طيب أردوغان. في عجالة صحافة الغد بتتحدث في اليوم السابع، زي ما قلت المنشط الرئيسي، إدارة الرياضة على طريقة شيلني وشيلك، إدارة الرياضة المصرية على طريقة شيلني وشيلك. والمنشط العريض بيخوف، بيقول انهيار دولة الكرة، ما هي منهارة دولة الكرة، لا تجلب إلا للمواطنين إلا يعني ضغط الدم في الهزائم المتتالية، الألتراس يدمر الأهلي والإرهاب ضد الحكام، يسقط الزمالك في فخ الهبوط، يسقط الزمالك في فخ الهبوط. وعندي من اليوم السابع أيضا طارق عامر ينقذ الدولار، ده خبر كويس، البنك المركزي وفر 7.6 مليار دولار للسوق في شهرين فقط، ومسؤول مصرفي نهاية تعاملات السوق السوداء وشيكا، وبداية ساخنة لجنرالات الداخلية، القيادات الأمنية الجديدة 25 يناير ستمر بسلام، ومراجعة شاملة لخطط تأمين المواطنين والمنشآت. عندي في جريدة المصري اليوم معاناة البحث عن الأدوية في مصر، الصيادلة نقص أكثر من 600 عقار، واتهامات بين الصحف بين الصحة والشركات والمرضى الضحية. عندي في المصري اليوم إعلان اسم الشركة الفائزة بتأمين المطارات اليوم، وعندي أيضا الطيب يستقبل أكبر معمر أزهري ويوجه بكتابة سيرته وطباعة تراثه. آخر حاجة في البوابة بتقول القاهرة تتبرأ من الثورة الإثيوبية، إحنا بتوع مفاوضات مش بتوع مؤامرات، زي ما قالت وزارة الخارجية في بيانها أن ما يجري في إثيوبيا شأن داخلي وليس لنا علاقة به، ولن نتدخل في شؤون الآخرين. أنا وقتي انتهى تماماً، وإن شاء الله أشوفكم بكرة على خير مع أخبار ووقائع وأحداث جديدة في مصر الجديدة، لكن بقول يا رب ما يكونش فيه تلاسن، يا رب ما يكونش فيه تطاحن، يا رب ما يكونش فيه رتح، يا رب كل واحد يشوف شغله ملوش دعوه بالآخرين. مصر محتاجانا كلنا أكيد، مش محتاجة هذه الفرقة. أشوفكم بكرة على خير.